بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وراح نتكلم عن العناية التي تتطلبها جميع الحالات المصابة بمرض السكر. طبعا تحتاج إلى التمارين الرياضية العامة مثل تمارين اليدين والمشي والمحافظة على نوع من أنواع التمارين الصباحية والتمارين المسائية أيضا والتمارين الليلية قبل النوم، وأيضا الإرشادات الصحية التي يعطيها الطبيب لهذا المريض يجب المحافظة عليها بحذافيرها، لأن أي نوع من أنواع الإهمال لهذا الإرشادات الصحية وإهمال الرياضة ممكن تؤدي إلى العديد من المضاعفات الجسمية بسبب مرض السكر. وأنا أنصحكم يعني إنكم يعني تحافظون عليها، لو شيء بسيط 20 دقيقة يعني مناسبة، يعني لما تؤدي نوع من أنواع الرياضة العامة أو عدة رياضات، كل رياضة لمدة 3 دقائق أو 4 دقائق، هذا نوع من أنواع يعني العلاج الجسمي أيضا لمجموعة كبيرة من المصابين بمرض السكر. وأيضا يجب الحرص على إعطاء الأنسولين بوقته والمحافظة على الجرعات بشكل مناسب جدا، واستشارة الطبيب المختص في هذا المجال، وأيضا الحرص على هذه النقاط المهمة لأنها تؤثر جدا على جميع حالات مرض السكر. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.